على كاين الحكومه شوف انا كاين انا كنحلم كنحلم وكنحكم على اللي كتشوف عيني. انا حاليا باقي ما بانت ليش شي حاجه. حاله خاصه في الحقيقه لان مدينه الخميسات هي المدينه فاش كبرت و يعني وداك الشيء اللي شفت فيها كنت كنتمنى انها حتى هي تزيد بحالها بحال المدن الاخرى للقدام، ولكن لقيتها هي كتزيد اللور، فهذا بقى في الحال بزاف. وماشي غير مدينه الخميسات، يعني بزاف ديال المدن اللي كتعيش واحد التهميش، وانا ضد هذا الشيء بيان سور كسائر الشعب المغربي. وكنت كنتمنى ان تكون محاولات يعني لجميع المدن، كل مدينه تعطاها حقها. وداك التصرف اللي درت يعني كان من بعد من قلبي خالص، ما يعني واش نقول لك، كنتمنى ان شاء الله انهم يحققوا هذه الامنيه للشعب المغربي.